لسه مكملين مع حضراتكم ولسه كمان مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اللي نشر فيديو على الصفحة الرسمية للمركز لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن مجموعة البنك الدولي. التقرير أشاد بنجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي، وده بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة.